للمزيد تنضم إلينا فرح مراد محللة أولى للأسواق المالية لدى إكوتي. أهلا وسهلا بك فرح. شكرا على الاستضافة. لنبدأ من المؤشرات الأمريكية التي تأثرت هذه المرة بنتائج أعمال الشركات، يعني هل سنرى نتائج الأعمال هي المحرك الرئيسي خلال الموسم؟ يعني بطبيعة الحال إضافة إلى كمان توقعات السياسة النقدية، ولكن بنلاحظ من بعد فينا نعتبر البليدنج اللي كنا عم نشهده، تراجعات والكوركشن اللي كنا عم نشهده في أسواق الأسهم الأمريكية، جاءت هالبيانات نوعا ما لتحد من هالتراجعات. كنا عم نحكي عن تسلا، كان في عنا بيانات سلبية أقل من التوقعات، ولكن الفوركاست النظرة المستقبلية برودكشن الإنتاج يرتفع، التوقعات للإنتاج ترتفع، وهذا الشيء أدى، يعني نحن عم نحكي عن ارتفاع السهم تقريبا أكثر من 13% ما بعد الخبر. كمان كنا عم نشوف أبل عم يتوجه أكثر ل يمكن المشاريع ما اللي بتتعلق بالذكاء الاصطناعي، إعادة المعنويات لهذا القطاع اللي كان نوعا ما عم يشغل الاقتصاد أو الأسهم ناسداك كلها خلال الفترة الماضية. نعم. فبطبيعة الحال كل ما نكون عم نشوف حتى جنرال موتورز عم ترجع تتوجه لشراء الأسهم تبعيتها، كلها علامات إيجابية لأسواق الأسهم. اليوم في عنا متى، هل حتأكد كمان أكثر يمكن هالتوجه الإيجابي؟ كمان توقعات كنا عم نشوف امبارح البي ام اي جاء اقل من التوقعات، ونحن لا نزال في فتره البيانات السلبيه بتدعم الاسهم، لانه التوقعات ستدل اكثر انه الفدرالي ما راح يكون قادر يستمر باللهجه المتشدده، قد يتوجه لتقليص الفائده اقرب من المتوقع. بيانات سلبيه ادت الى ضعف الدولار، وادت كمان من ناحيه ثانيه الى دعم الاسهم. الجي دي بي، البيانات الاوليه التي ستصدر، هل ستغير اي توجهات؟ يعني هي دائما بتجي كمان نحن عم نتوقع تراجع في الربع الاول من العام، ولكن كمان لازم نتذكر نحن الاسواق بتتحرك على حسب التوقعات، هيدي التوقعات بالتراجع تم تسعيرها بالفعل بالاسواق، فبدنا نشوف هل رح تيجي البيانات فعلا اقل من التوقعات، اكثر من التوقعات، وهون قد نرى تحركات اعلى، فولاتيلتي اعلى، وتكون كمان البيانات مختلفه جدا عن التوقعات. لا اظن انه هيدا البيانات يمكن الناتج المحلي الاجمالي لحاله رح تكون عم تغير الصوره العامه، بالعكس في عنا بيانات التضخم، الاستهلاك، كمان التضخم في الاستهلاك اظن من الامور الأهم اللي رح يكون عم بيراقبها الفدرالي أكثر حتى من السي بي آي، لأنه بيانات التضخم اللي بتتعلق بالاستهلاك هي المتأثر المباشر من السياسات النقدية. أنا وتعلي الفائدة رح يكون تأثير المباشر، واللي بهمني يكون عم شوفه هو تقلص التضخم في الطلب في الاستهلاك، فأظن هذه بيانات قد تكون حساسة للأسواق أكثر كمان من الناتج المحلي الإجمالي. طب فرح، إذا منتقلنا إلى أسواق الذهب، يعني نرى هناك انحسار نوعا ما أو تراجع بالأسعار، ربما أتت بعد انحسار بعض المخاوف الجيوسياسية، هل ستستمر هذه التراجعات؟ هل نستطيع القول بأن وصل ذروته الذهب أم ماذا؟ يعني أظن التراجعات اللي عم نشهدها ما بيلغي أي سيناريو صعودي للذهب. نحن كنا عم نشوف مومنتم مرتفع جدا، توجه البنوك المركزية مثلا لشراء الذهب هيدا إشارة واضحة، نحن ما عم نحكي ارتفاعات بسبب الأفراد، حتى مش عم نحكي عن ارتفاعات في الذهب بسبب توجه الصناديق الاستثمارية عليها، عم نحكي عن بنوك مركزية حول العالم عم تتوجه على الذهب. هالنوع من الكوركشن منطقي جدا، كنا عم نشوف عودة قوة الدولار نوعا ما، وعلى الرغم من هالشي لا يزال كمان محافظ على مستويات 2300، هي إشارة إيجابية للذهب كمان. فأظن أنه يمكن البيك اللي عملتها خصوصي بالمخاوف اللي كنا عم نشهدها جيوسياسية خلال الأسبوع الماضي، رجعنا شفنا أنه نوعا ما هدئت، فكمان كنا عم نشوف تراجع شوي للذهب، ولكن نظن أنه الدعم مستمر. فنيا يعني ما السعر الذي تتوقعين وصول الذهب إليه نهاية العام؟ يعني إذا عم نحكي عن الأساسيات اللي عم تدعم الذهب في حال استمراره، وفي حال فعلا كنا عم نسعرها مزبوط، أنه نكون عم نشوف مستويات، وهيدي كمان الكبار من البنوك عم تتوقع على 2700 دولار للأونصة حتى 3000 في حال استمرار الضغوط التضخمية، في حال استمرار الضغوط الجيوسياسية، قد يكون هو المكان الملاذ الآمن كمان للمحافظة على القيمة. طب أخيرا، أسعار النفط هل هو أيضا سيتأثر تبعا للعوامل الجيوسياسية، أم سنرى محرك آخر مثلا بيانات أو انخفاض المخزونات أو ما إلى ذلك؟ هلأ إذا بدنا نلاحظ قد ايه كانت عم تأثر خلال الفترة الماضية الضغوط الجيوسياسية، كانت فعلا عم تعطينا أبتك
ارتفاعات طفيفة، ولكن بعد بيوم أو بيومين كنا عم نرجع نشوف تراجعات، فما كنا عم نشوف هالدعم الكبير بسبب المخاوف الجيوسياسية. هلا أظن العنوان العريض كان خلال الفترة الماضية هو استمرار أوبك في تقليص الإنتاج تبعه، وكمان كنا عم نشوف توقعات مستمرة في ارتفاع الطلب، فأظن هدول العاملين الرئيسيين اللي عم يدعموا الأسعار. بالعكس يمكن الضغوط المخاوف الجيوسياسية كانت انترا داي، يعني مثل ما بيقولوا للمضاربين، كانت عم تفيد أكثر. فرح مراد، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، thank you.